هؤلاء هم القساوسة الخمسة الذين يتبعون لكنيسة المسيح السودانية عقب عودتهم مباشرة من مقر محكمة النظام العام في أم درمان، حيث تجري محاكمتهم هناك بمقتضى المادة 77 المتعلقة بالإزعاج العام، قضية تعود تفاصيلها إلى خلافات داخلية بين مجموعتين تتنازعان حول إدارة الكنيسة، الأمر الذي أدى إلى تدخل الجهات الحكومية بإصدارها أمرا نفذته قوات الشرطة قضى بإلزام هؤلاء القساوسة بالصلاة تحت قيادة قساوسة آخرين أو عدم إقامتهم للصلوات فيها، وهما يرونه تدخلا غير مقبول. بنرفض الكلام ده بشدة، لأنه نحن نصلي بإرغام وبقرارات بتاعت الدولة، لأنه أصلا ما في قانون على وجه الأرض بيرغم زول لأنه هو يصلي بالكيفية اللي بيراه هو. جلسة المحاكمة غاب عنها ممثل الادعاء، فكان ذلك سببا لتأجيلها إلى منتصف شهر نوفمبر. المحكمة رأت أنه تؤجل الجلسة، ولكن أثناء المحاكمة طلب المحكمة أنه يتم شطب هذا البلاغ بشرط أن يتعهد المتهمين الخمسة أو القساوسة الخمسة بعدم تكرار الإزعاج العام. هذا الأمر رفضناه بشدة. القضية إذن ما كان لها أن تصل إلى هذا الحد لو ترك أمر حلها للوائح والنظم الإدارية التي تحكم أنشطة الكنيسة دون تدخل مباشر من وزارة الإرشاد، هكذا يرى كثيرون هنا. الوزارة إذن أضحت في مواجهة أزمة متفاقمة تجاوزت حدود هذه القضية لتصل إلى ما يراه البعض تأجيجا للصراعات الدينية. أؤكد بأن التعايش بين أهل الأديان المختلفة أو تحديدا بين المسلمين والمسيحيين في السودان تعايش طبيعي فطري، ليس بسبب الدستور وليس بسبب القانون. الملاحظ أنه وفي الآونة الأخيرة تكررت محاكمات لعدد من رجال الدين المسيحي، وبغض النظر عن التهم الموجهة لهم في كل تلك القضايا، إلا أن ذلك ينبئ حسب منظمات حقوقية عن واقع تحيطه الشكوك بشأن وضع الأقليات الدينية في البلاد. دائرة الحريات يجب أن تتسع زيادة عموما، يعني حريات سواء كان حريات صحفية أو حريات ممارسة العقيدة، وإن حكومة لا تتدخل إلا لحفظ الأمن. هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة قساوسة ورجال دين بتهم مختلفة، واقع ربما فتح الباب واسعا أمام تساؤلات تتعلق بحرية الأديان في بلد يمثل ملف الحريات فيه عقبة كأداء. عبد الباقي العوض، الحرة، الخرطوم.